اليوم الاخوات المناضلات خاصنا نفتخروا كلنا بالحصيله الايجابيه ديال الحكومه في مجال الصحه اللي منذ هذه الولايه الحكوميه والبرنامج غادي على خطه صحيحه بحيث انه كنا في الموعد وقدرات الحكومه بالتوجيهات الملكيه ديال صاحب الجلاله نصره الله باش تنزل الورش ديال الحمايه الصحيه والحمايه الاجتماعيه والتغطيه الصحيه في الاجال وفي الاجنده المحدده ليه. والحمد لله المواطنات والمواطنين دابا بداو كيحسوا تغيير في هذا القطاع بعد ما كان مع الاسف الشديد كنعيشوا مشاكل كبيره على جميع المستويات. حقيقه دابا بدينا تنلمسوا واحد التغيير خصوصا من الناس اللي عندهم الامكانيه واللي كي منخرطين في متضامن واللي ولاو دابا تيمشيو كيتلقاو المساعدات الطبيه في الحين في المصحات في المستشفيات. وهنا بغيت ناكد معكم على الدور اللي لعبوا البرلمان في هذه الاصلاحات الهيكليه واللي عرفها القطاع منذ تنصيب الحكومه. وخاصني تسمحوا لي انني نشكر البرلمانيين وعلى الخصوص الفريق ديالنا في مجلس النواب ومجلس المستشارين على المواكبه ديالهم والاستحضار ديالهم للمصلحه الوطنيه وباش هاد القوانين ديال الصحه اولا تكون بالجوده المطلوبه وثانيا كنا ملزمين بالتسريع من الوتيره ديال العمل باش يخرجوا في اقرب الاجال ويمشيوا للمصادقه النهائيه. واليوم الحمد لله هذا المشروع الملكي خدا الطريق ديالو وصادق البرلمان على سته ديال القوانين مهمه واساسيه لاصلاح المنظومه. وكنبغي هنا نقولها لكم هو القانون 0922 المتعلق بالوظيفه الصحيه والقانون 822 المرتبط باحداث المجموعات الصحيه الترابيه والقانون 0922 هذا المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة الموارد البشرية بالوظيفة الصحية، القانون 1092 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وأخيرا القانون 1122 اللي كيتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومستقاته. وهذا الشيء كامل درناه إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار اللي هو 0622 المتعلق بالمنظومة الصحية. بالإضافة لهذا الشيء كاين مجموعة من المراسم اللي جابتها الحكومة باش تنزل هذه المنظومة على أحسن وجه وبواحد الحكامة كبيرة اللي كتستحضر البرنامج الملكي ديال الدولة الاجتماعية.